يعني ايه بي ام بي ومدى اهميتها في سوق العمل؟ شهاده البي ام بي هي اختصار بروجكت مانجمنت بروفيشنال، اداره المشاريع الاحترافيه. طبعا الشهاده صادره او معتمده من المعهد الامريكي لاداره المشاريع بي ام اي، طبعا المقر بتاعه في امريكا. شهاده البي ام بي هي اقوى شهاده في العالم في مجالها، طبعا مجال اداره المشاريع. واللي بيحصل على شهاده البي ام بي بيكتسب الثقة والمعرفة اللازمة في إدارة المشاريع، هتفيد الحاصل عليها في الجانب العملي كتير جدا. طبعا انت هتكتسب من خلالها المهارات الإدارية كلها، زي مثلا على سبيل المثال إدارة النطاق السكوب مانجمنت، هتعرف ازاي تحدد النطاق بتاع المشروع بتاعك، المتطلبات، ازاي تسلم النطاق المظبوط المعتمد. كمان من ناحية الوقت السكادول مانجمنت، إدارة الجدول الزمني، تعرف ان السكادول هو اهم احد الكونسترينز في اي مشروع. يعني مثلا هتسلم المشروع بتاعك في الوقت بتاعه في الوقت الصحيح، طبعا ده مهم جدا لاي عميل. مش بس السكادول، ده كمان الكوست مانجمنت، موضوع اداره التكلفه. من خلال البي ام بي هيبقى عندك المعرفه والقدره عشان تدير التكلفه لمشروعك، وكمان تقدر ازاي تحسب الاداء بتاعك، هل انت كسبان خسران وهكذا. وكمان الجودة مهمة جدا، مستحيل العميل يستلم منك منتج بدون المعايير والمواصفات اللازمة. فمن خلال دراستك لشهادة البي ام بي يبقى عندك المعرفة اللازمة ازاي تعرف تعمل كواليتي بلان، خطة جودة للمشروع، وتعرف يعني ايه كواليتي كنترول والادوات اللازمة لفحص الجودة. وكمان موضوع الموارد الريسورس مانجمنت، هتعرف ازاي كمان تدير الموارد عندك في المشروع، و كمان تعرف تحدد الأدوار والمسؤوليات، وتعرف كمان الصلاحيات اللي انت هتديها للناس والأدوار والمسؤوليات وكل الكلام ده. مش بس كده، ده كمان من ناحية المخاطر، إدارة المخاطر. أغلب فشل المشاريع بسبب عدم إدارتك للمخاطر. هتتعرف من خلال الـ PMP إزاي تعمل تعريف للمخاطر، تحليل للمخاطر، وكمان تعمل لها خطة استجابة وتطبق الاستجابة في الوقت الصحيح. مش بس من موضوع الريسك، كمان موضوع المشتريات والعقود، هتعرف كمان ايه هي انواع العقود، لو احتجت الى مورد خارجي ازاي تختار المورد ده باي معايير، ايه هي اصلا انواع العقود المستخدمه، وازاي هيتم متابعه الكونتراكتور او المورد ده او السيلر ده او البائع ده اثناء المشروع. كمان موضوع الكوميونيكيشن مانجمنت، اداره التواصل، هتعرف ازاي تعمل خطه تواصل جيده للمشروع بتاعك. كوميونيكيشن مانجمنت بلان، هتضمن لك نقل المعلومه والمعلومات في المشروع للشخص الصحيح بالطريقه الصحيحه بالتوقيت الصحيح بالفورمات الصحيحه باللغه الصحيحه. كمان مش بس كده، كمان هتعرف اداره المعنيين في المشروع، ازاي لما تلاقي معني مقاوم للمشروع تكسب دعمه من خلال بقى الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك. هتتعرف ازاي تشرك المعنيين بشكل فعال جدا في المشروع. مش بس كده، ده انت كمان هتعرف طرق الإدارة المختلفة، زي مثلا الإدارة الرشيقة أو الأجايل، والإدارة التقليدية، والإدارة الهجين. كمان لو انت مسكت مشروع معقد، العميل أصلا مش عارف هو عايز ايه، المنتج النهاية أصلا مش واضح من البداية، فكده هنتبع الطريقة الرشيقة أو بنسميها الأجايل. لو مشروعك واضح والدنيا تمام ونطاق العمل واضح من البداية، عندك خطة مفصلة للمشروع، هنتبع الطريقة التقليدية في إدارة المشاريع أو الووتر فول. طب لو أنا جزء من مشروعي واضح، جزء مش واضح، جزء من مشروع هديره أجايل وجزء تاني هديره تراديشنال أو تقليدي، يبقى كده بنتكلم على المشاريع أو هنتبع الطريقة الهجين في إدارة المشاريع. مع دراستك للبي ام بي بتفتح لنفسك فرص عمل كتيرة جدا في سوق العمل. أصحاب الشركات دلوقتي بيبقوا عايزين الشخص اللي هو حابب يطور من نفسه، عنده العلم، عنده الخبرة اللازمة في إدارة المشروع. دلوقتي ادخل على لينكد إن، هتلاقي دلوقتي 90% من الوظائف طالبين مثلا مدير مشروع خبرة مثلا 10 سنين بيكون سيرتيفايد بي ام بي. فدلوقتي شهادة البي ام بي بقت مطلب رئيسي، خصوصا في الشرق الأوسط وبلادنا العربية، في دول الخليج ومصر وغيرهم من البلاد. مش بس كده، الشهادة عالمية، يعني هي موحدة للعالم كله، سواء انت في امريكا، انت في اوروبا، في اي دولة عربية، فالامتحان واحد والشهادة واحدة،
لأنها شهادة عالمية ومعترف بيها في العالم كله. شهادة البي ام بي هتفتح لك فرصة ممتازة جداً عشان تزود الراتب بتاعك. دلوقتي كتير من الناس بعد بيحصلوا على شهادة البي ام بي بيزيد في الراتب بتاعهم، بيترقوا إلى منصب أعلى، فشهادة البي ام بي بتزيد المعرفة عندك والسكيلز بتاعتك وبتدي لك الثقة اللازمة، هتكون واثق من نفسك لأن أنت اكتسبت مهارات جديدة مختلفة في إدارة المشروع. فأنصح الجميع بشهادة البي ام بي. أي شهادة بتاخدها هتضيف لك العلم اللازم والمعرفة اللازمة والقيمة كمان. وإن شاء الله هنتكلم في فيديو تاني عن متطلبات شهادة البي ام بي وإزاي نحصل عليها ومين لازم أو إيه هي متطلبات الشهادة ومين يعني إحنا بنتارجت مين في الشهادة دي.